السلام عليكم مشتركات الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه طبيعيه للشعر، هي بلسم طبيعي. واش نحتاجو في البلسم الطبيعي هذا تاعنا؟ نحتاجو زوج مكونات، اللي هما المكون الرئيسي اللي هو السلطه اي الخس. كما راكم تلاحظوا انا هنا خذيت كميه من السلطه تاعي، غسلتها مليح وحطيتها تقطر كما راكم تلاحظوا. والمكون الثاني اللي هو الحليب، اي حليب متوفر عندك. نبدا على بركه الله. كيما قلت لكم هنا عندي كميه تاع الخس، هي الكميه تاع الحليب. تما هنا تاخذوا الكميه تاع السلطه على حساب الطول والكثافه الشعر تاعكم، كيف بالنسبه للحليب تما على حساب الطول والكثافه تاع الشعر تاعكم. انا دوك نروح نرحي السلطه تاعي مع الحليب ونرجع نكمل معاكم الطريقه. هاوليكم انا بعد ما رحيت الخس تاعي مع الحليب تحصلت على هذا الخليط كما راكم تلاحظوا، يعني رحيت الخس تاعي مع الحليب هذا ما كان، حصلت على هذا الخليط. انا دوك نروح نصفيه ونجي نكمل معاكم الطريقه. هنا بعد ما صفيت الخليط تاعي بعد ما صفيتها وكيفاش تحصلت عليه، هذا هو البلسم الطبيعي تاعي. يعني هنا نديروه في قاروره، وبعد ما تغسلي الشعر تاعك طبقي على الشعر تاعك تقعدي به من 10 الى 20 دقيقه، وبعد ذلك تشلي الشعر تاعك عادي. نعاود لكم، هذا المحلول ديروه اسم، هذا هو البلسم تاعي، هذا هو اللي تحصلتي، هذا هو البلسم تاعي. نديروه في قاروره، وبعد ما نغسلوا الشعر تاعنا نطبقوه على الشعر تاعنا مده من 10 الى 20 دقيقه، وبعد ذلك نشطب. هذا هو البلسم الطبيعي تاعي اللي تحصلت عليه. يعني تغطوا الدوموا عادي، تما تخدموه وديروه بلسم طبيعي تاعكم. يعني اليوم لك حتدوشي فيه اخدميه، يعني سلطه متوفره في كل منزل، حليب ثاني كيف سمي من بعد حتدوشي برك اخدميه وديري بلسم طبيعي تاعك، يعني راح يعطيك نتيجه رائعه. اما المكون اللي تحصلت عليه الاخر هنا، هذا بعد ما صفيت قالي هذا الخليط، هذا اللي بقالي في الصفايه، السلطه هذه اللي بقات لي مع الحليب كما راكم تلاحظوا. نتمنى الصوره تكون واضحه. هذا الخليط طبقوه على البشره تاعكم، ديروه ماسك، طبقوه يوميا مده نصف ساعه، خليوه على الوجه تاعكم مده نصف ساعه، وبعد ذلك اشطفوا الوجه تاعكم. يعني هذه الكميه راح دير لكم يومين ولا ثلاث ايام، يعني الا درتو على حسب الكميه. واذا كانت الكميه تاعكم كبيره يعني تقدروا تخبيوه في المجمد، ديروه اقسموه شويه شويه وخبيوه في المجمد. من بعد راح تجبديه برك خليه يذوب على حمام مائي برك، ومن بعد ديريه ماسك للبشره تاعك. يعني نورمالمون مش راح يطوب، ديروا كميه غير قليله، يعني انا تاخذوا راي ديروا بالكميه القليله، يعني غير تاع اليوم اللي حتغسلوا بها الشعر تاعكم، هكذا باش يعني تفادوا اي مشاكل اخرى. سما انا هذه الكميه راح نغسل بها الشعر تاعي درك، والمره الجايه كنعود راح ندير نزيد نعاود ندير نفس الكميه. سما هنا على حساب طول الكثافه تاع الشعر تاعكم. كما قلت لكم هذه الكميه انا دير لي يومين اني ندير بها ماسك للوجه تاعي والرقبه تاعي واليديه، خليها مده نصف ساعه وبعد ذلك نشطف الوجه تاعي. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم. يعني هنا تحصلنا على، يعني ماشي واحد، تحصلنا على ماسك وتحصلنا على بلسم طبيعي، هذا البلسم وهذا الماسك. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، شرايين الاجابكم. اذا كان عندكم فيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كالعاده. اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم الاشتراك بها وانتظروا في اخر دمتم في رعايه الله حفظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا هذه الكميه اللي تبقى لكم ديروها في علبه تكون معقمه ومغلقه الاحكام، وديروها في الثلاجه، يعني هذوك اليومين ولا ثلاث ايام على حسب الكميه اللي درتوها، كي تطبقوها يوميا. ثم هذه الكميه انا دوك نديرها في علبه معقمه ومحكمه جيدا ونديرها في الثلاجه، يعني ندير بها اليوم وندير بها غدوه وبعد غدوه، او ندير بها اليوم وغدوه. دوك نشوف الكميه تاعي كيفاش راح تكون، يعني لازم تكون ديروها في علبه وتسكروا عليها، ديروها في الثلاجه يعني للتذكير، هذه باش ما ننساش.